شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله
فإذا جاء
وليدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَّعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ